بعض من أنصار اتحاد العاصمة ينتظرون ناديهم الذي طبعا بعد أن يجوب عديد المحطات بعد أن طبعا يجوب عديد المحطات ويحتفل مع الأنصار المتواجدون في البحر، سيتجه إلى ميناء الجزائر العاصمة ومن ثم مباشرة إلى مقر ولاية الجزائر العاصمة للحديث عن هذا التتويج الكبير لنادي صاحب الزي الأسود والأحمر. يحضر معنا اللاعب القديم واللاعب الدولي السابق في صفوف اتحاد العاصمة كمال معوش. مساء الخير، مرحبا بك. مرحبا بك. كما بداية كما كنت تشاهد وكان يشاهد الجمهور الرياضي الكريم وخاصة جمهور اتحاد العاصمة الصور رائعة يصنعها أنصار اتحاد العاصمة وأيضا الفريق الذي طبعا أراد أن يكون في مستوى أنصاره على متن باخرة، وأنت تعرف جيدا أنصار هذا النادي. أنصار اتحاد العاصمة معروفين بالأمور كما هادو في الميدان ولا باش ديفيليو ما شاء الله، يعني على الطريقة الأوروبية. يعني هذا الصورة شاهدناها منذ أيام مع فريق بايرن ميونخ لما توج بكأس ألمانيا، وايضا كان هذا الصور صنعتها عديد الانديه العالميه. انت تعرف جيدا هذا الفريق. نعود فقط لمشوار هذا النادي في الدوري، هل كنت تنتظر انه اتحاد العاصمه راح يفوز بالبطوله؟ كنت نستنى فيها بعد ما رحت له كوب دافريك، كان بازي ديريكت على الشامبيونان، ودوك عندهم الرئيس تاعهم هو اللي عول ربو حداد، كان حمدي ثاني لوبجيكتيف تبدل لوبجيكتيف سي لو شامبيونا ميم طول لا كوب دالجيري ما كتبتش ليسونسيال هما بازا كلش على نعم. يعني فريق اتحاد العاصمه نقدر نقولوا الان اصبح فريق محترف باتم معنى الكلمه، يعني هيكله على مستوى كبير، الامور مضبوطه في هذا النادي، كل يقوم بعمله، ايضا ابناء النادي يشوفوهم في النادي. هذه امام اتحاد العاصمه من بكري هكذا بيورغانيزي مام كي كان عمي السيد عليق اللي نحييه ثاني مشاو بالطريقه هذه من بكري. اتحاد العاصمه الاداره تاع بكري تمشي على يعني تشوف انه نفس طريقه التسيير من اداره طريقة. عليق، ولكن البعض يقول بانه اداره حداد ربما العامل المادي عمل الفارق في تتويجات اتحاد العاصمه. انا اتحدث منذ 2011 الى غايه اليوم. حداد كي جا حط مولين كرة القدم حطهم في لو دي تي اس لي زونترينور نشوفهم حطهم اللاعبين مفتاح حاج عدلان اللاعبين الكل حطهم ثم وهو هما اللي دبروا الحصان ثم سير الناس. نعود فقط لمشوار الفريق في البطولة. تحدثت انه قلت انه لما فقد دوري ابطال افريقيا البعض كل الجزائريين كنا ننتظروا انه الاتحاد راح يخلف وفاق سطيف، لكن للاسف مباراة النهائية سارت عكس المتوقع. يعني تشوف انه الفريق هذا قوي من الناحية الذهنية، يعني اللاعب صعيب انه يحافظ على تركيزه من الناحية الذهنية. انا شفت اللاعبين كانوا واعيين باللي كانوا حابين يديروا لكوب دافريك تشامبيونز ليغ. نعم. تبدلوا حطوا كلش في البطوله باش يبينوا باللي كانوا هكذا. في النقطه هذه فقط كمان لما هنا دور كبير للمدرب، يعني يحول طبعا يسعى المدرب لرفع من معنويات لاعبيه، امر صعب ربما هنا، يعني يحسب على الطاقم الفني. كان المدرب وكان ثاني اللاعبين، 60% اللاعبين هما اللي راهم سو لو تيران، المدرب صح هدر معاهم وهذيك، مي اللاعبين هما اللي سو لو تيران. انت تابعت اكيد، يعني تابع الفريق والفرق اللي لعبت فيها. انا اتحدث عن اتحاد العاصمه، مولوديه العاصمه، اتحاد بوليده، اهلي البرج ايضا. تابعت مشوار الاتحاد، اين هي نقطه قوه هذا الفريق؟ يعني وين تشوف نقطه قوه هذا الفريق نظرا للفارق اللي عملوا بينه وبين اقرب الملاحقين؟ عندهم اللاعبين كل مع بعضهم صافي 4 سنين 5 سنين هما مع بعضهم كانوا مع بعضهم ويسون اوني كيما يقول لك متحدين في بعضهم. كلا كان عائله واحده. انا شفت لاعبين كلا كان عائله واحده. لكن نقطة مهمة حدثت، يعني سنتحدث عنها، معاقبة يوسف بليلي كان هو اللي يصنع ربما الفارق في اتحاد العاصمة. يعني معاقبة هذا اللاعب، البعض كان ينتظر انهيار هذا الفريق، لكن
الفريق حافظ على المستوى تاعو الى ما يرجع هذا كما يعني. انت تعرف النادي وتعرف البيت كثيرا. كانوا لاعبين مش بلايلي بلايلي، مي كاين لاعبين اللي داروا يعاونوا ثاني بلايلي، كاين لاعبين بزاف اللي عاونوا بلايلي، ماشي كي راح بلايلي يقول لك خلاص سيبا. كاين بزاف دي جوار اللي راهم يلعبوا معاه هما اللي كانوا يعاونوا فيه سو لو تيران كلش. يعني تشوف انه منظومه في منظومة في في, في فريق اتحاد العاصمه يعني من حارس المرمى الى غايه يعني المهاجم الاخير. نتحدث فقط عن رئاسه النادي، يعني انت كنت تحت قياده سعيد عليق الرئيس التاريخي لاتحاد العاصمه، وش يميز هذا الرئيس يعني الى غايه الان انصار اتحاد العاصمه يتغنوا باسمه في المدرجات؟ عنده الصرامه ويعرف يخدم، يعرف يخدم ما شاء الله، يخدم يخدم الصواب اللي كوركت كذا اللي الناس الكل تحبه. كمال تلعبت في عديد النوادي، يعني وش يميز اتحاد العاصمه عن بقيه النوادي اللي لعبت فيها؟ اكيد انه كل نادي فيه ميزه يعني. الميزه في المولوديه كان ميزه، اتحاد العاصمه ميزه، برج كان حاجه اخرى في بليده ثاني، مي اتحاد العاصمه تحس بلي تمشي كل مؤسسه الحق. انا نعرف كلا كان مؤسسه تمشي مؤسسه. كيفاش كان التعاقد تاعك يعني؟ نذكروا الجمهور فقط يعني، كنت في امال اهلي البرج على ما اظن. لا لا لا، كنت في هلال شرق العيد. هلال شرق العيد لعبنا ضد اتحاد الحراش في بولوغين، الموضوع كلم لي عن سعيد عليق. يعني سعيد عليق هو اللي كان يتابع في المباراه مباشره تعاقد معك؟ لا، فيها اتصال من الملعب هو اللي قال له. كيف استقبلت يعني العرض من سعيد عليق؟ يعني اي لاعب يحلم يلعب في اتحاد العاصمه اليوم؟ انا جا العرض قبلته عليه، قبلته العرض. يعني ما كنتش خايف من الضغط؟ لا لا، نورمال ما كنتش. إن أمكن نعم سأعود إليك كمال، إن أمكن مع الزملاء نعود للصور. إذا مشاهدينا الكرام، هذه الصور من طبعا المباشر الأول. إذا كما نشاهد باخرة اتحاد العاصمة التي كثر عنها الحديث في الأيام القليلة الماضية، وأيضا هذا جانب من أنصار اتحاد العاصمة أمام مقر ولاية الجزائر، ينتظرون ناديهم لاعبيهم نجومهم والطاقم الفني لاستقبالهم، طبعا استقبال كالعادة بعد تتويجه بلقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه. إذا هذه هي الباخرة التي تصنع الحدث، كثر الحديث عنها في الأيام القليلة الماضية عبر الصحف ووسائل الإعلام عن إمكانية، طبعا البعض شكك وقال بأن هذا الاحتفال لن يكون، والبعض اعتقد بأن الاتحاد لن يقوم بهذا الاحتفال. اليوم عناصر اتحاد العاصمة ترفع التحدي وتحتفل على الطريقة العالمية. هذه الصور شاهدناها الأسبوع الماضي مع لاعبي بايرن ميونخ على متن باخرة اتحاد العاصمة، اليوم في باخرة من طبعا من ميناء لامدراك. نعم، سيتجه إلى ميناء الجزائر رفقة بعض من مناصريه كما نشاهد، الذين استأجروا بعض الزوارق طبعا للاحتفال مع اللاعبين ومسيرة هذه الباخرة. إذن اتحاد العاصمة أيضا صنع الحدث. كمال معوش، أعود فقط لهذا الفريق الكبير اتحاد العاصمة، أبرز لحظة عشتها أنت في اتحاد العاصمة؟ أكيد تتذكر كل اللحظات اللي عشتهم في هذا النادي. اللحظة في بولوغين، حاجة مليحة لها في بولوغين أمام أنصار اتحاد العاصمة. وش يميز الأنصار؟ أنا حدثني أكثر عن الأنصار. أنا نحبهم الحق، ماشي دوكا نقول لك نحب الياسمة وما نحبش المولودية، نحبهم في زوج. راح نعود للسؤال هذا، السؤال هذا نخليه هو الأخر. السؤال هذا حدثني فقط عن ميزة أنصار اتحاد العاصمة اليوم. كل الجمهور الرياضي كمال يقول بأن أنصار اتحاد العاصمة أفضل مناصرين في الجزائر، بحكم يعني المباريات شاهدناهم حتى في حالة خسارة يصفقوا على اللاعبين وينتقدوا بطريقة حضارية. وش يميز هذا الأنصار؟ يحبوا الفريق، على بالي الكل يحبوا الفريق تاعهم، مي عندهم حاجة سبيسيال اللي اسمها سبيسيال هذيك. يعطوكم دفعة معنوية يعني؟ لا يعطي، لما تربحوا أكيد يفرحوا، وفي حالة الخسارة أكيد أنه خسرتوا في بولوغين وحققتوا تعادل ومريتوا مرحلة فراغ، وش يميزهم؟ كان يجيو يطلعوا لك لو مورال، يقول لك اوني لا وهذيك باش يعاونوك باش تزيد ترومونتي لو مورال، تزيد يعاونوك بزاف. تفزت بالبطوله والكاس مع اتحاد العاصمه موسم 2000 2001، فزت بالكاس. بالكاس و2001 2002 بالكاس كان ضد مشريه.
نعم النشرية. يعني تشوف انه ابرز ربما تألقك يعني في مسيرتك الكرويه كان في اتحاد العاصمه؟ في اتحاد العاصمه. يعني زعفوا انصار مولودية؟ لا اتحاد العاصمه، مثل ما رحت الفريق الوطني. نعم. ساعود فقط لنعلق على هذه الصور. اذا مشاهدينا الكرام متابعي الاخباريه الاولى في الجزائر، هذه هي الباخره التي كثر الحديث عنها في الايام القليله الماضيه، يفعلها الاتحاد ويستأجر هذه الباخرة. هذه الأعلام التي تزين هذه الباخرة، اللونين الأحمر والأسود في هذه الباخرة الجميلة، اللاعبون متواجدون هناك، والأكيد الأغاني والأهازيج، والجميع يهلل لهذا الإنجاز. إذن كما نتابع، والأكيد أن الزملاء يقومون بعمل كبير هناك لإعطائنا صورة أوضح وأبلغ كما نتابع. إذن هذه صورة مقربة لأنصار للاعبي الاتحاد. نعم كما نتابع أنصار اتحاد أو لاعبي اتحاد الاتحاد في هذه الباخرة وهم سعداء بهذا التتويج. العام الماضي فقدوا البطولة لصالح وفاق سطيف بعد أن فازوا بها العام 2014. اللون الأحمر والأسود هو الفريق الذي طبعا يتغنى به أنصار الاتحاد ويشبهونه بميلو أسي هناك في إيطاليا. صور جميلة كمال. ما شاء الله ما شاء الله. تمنيت يعني تكون حاضر في هذا الحقبة، يعني نعرفوا المشوار تاع اللاعب صغير، لأنه ربما يجيك الحنين هذاك تقول يا ريت يعني الآن. يا ريت يعني شفت احتفلت معاهم في يدي لاكوب ديال مش في الباخره. لا نعم في الاحتفال. ذكرني فقط كيفاش احتفلتوا لما فزتوا بالكاس وبالبطوله؟ انت كنت حاضر احتفلت احتفلتوا على متن حافله وفي الملعب او في ما رحناش للملعب، درنا استاد في المدرجات في المدرجات. يعني الامور تطورت الان. تطورت ما شاء الله صافي 15 سنة. إذا مشاهدينا الكرام نتابع جانب من أنصار الاتحاد المتواجدون أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة ينتظرون الباخرة. إذا اتحاد العاصمة مشاهدينا الكرام هذا الفريق الذي تأسس العام 1937، حاز على العديد من الألقاب أبرزها طبعا البطولة والكأس، وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا العام 2000 أو العام الماضي، خسر أمام تيبي مازامبي هذا الفريق العنيد والذي يملك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية. اتحاد العاصمة متأسس العام 1937 يوم 5 جويلية عيد مصر والاستقلال، هذا اليوم التاريخي في ذاكرة أو اليوم التاريخي للجزائريين 5 جويلية. هذا النادي في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات وصفه الرئيس السابق للفيفا جوزيف ساب بلاتير بأنه العملاق الغير محظوظ، نظرا طبعا لوصوله لعديد النهائيات ولم يسعفه الحظ للتتويج بالبطولات. خسر عديد الكؤوس، خسر 9 نهائيات اتحاد العاصمة. إذن هذا الفريق الذي ترأسه العديد من الرؤساء أبرزهم سعيد عليق الذي مسك زمام الأمور العام 1994 لغاية العام 2011، ثم جاءت إدارة ربوح حداد الذي قاد الفريق للتتويج ب5 بطولات، طبعا توج بكأس الجمهورية 2013، أيضا توج ب2 بطولتين كأس عربية كأس سوبر جزائري، وأيضا وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ولو أن الحلم يبقى هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا. إذن مشاهدينا الكرام قناة النهار عودتكم على الصور الحصرية والمباشرة والاستثنائية. باخرة اتحاد العاصمة تصنع الحدث، وسنتحدث مطولا عن هذا الاحتفال وأيضا لحظة وصول هذا الفريق إلى مقر ولاية الجزائر العاصمة، أين سيحظى النادي باستقبال مميز من عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر والسلطات المحلية هناك. إذا كمال معوش شكرا على تواجدك معنا، ولو أنه كنت تتمنى أنه تكون اليوم في إن شاء الله بالك نهبط لهم الولاية. السؤال اللي راح نطرحه لك
بين اتحاد العاصمة ومولودية العاصمة، الفريق يعني اللي عشت فيه أحسن لحظات. مولودية الجزائر. مولودية الجزائر، نعم. إذا شكرا لك كمال شكرا معوش، جزيلا. عودة لك إيمان، تفضلي. شكرا جزيلا لك فاروق ولضيفك سيد كمال معوش، شكرا وأيضا شكرا جزيلا للمشاهدين على طيب الإصغاء والمتابعة. نلتقي في حصاد الليلة. سلام.